السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله الحمد، عدنا للبيع من أمريكا الجميلة هذه كادلاك سيفل. السيارة جاهزة للشحن لأي مكان في العالم مثل ما نحن شايفين. هذه طبعا محركها 350 V8، سيارة مجددة تقريبا من الداخل. هاي داخليتها، اللون الخارجي طبعا مساء شفناه. في بعض الاشخاص يحبون يسوون السيارة بهاي الطريقة تكون يعني متآكلة، لكن هاي السيارة مجددة بالكامل، سيارة تمشي بيرفكت. اللي حاب السيارة يقدر يتواصل وياي على الارقام اللي موجودة في الشاشة هذه او اي سيارة ثانية، بإمكاننا أن نحن نشحنها إلى أي مكان في العالم. هذا المحرك إن شاء الله نفتحه. شكرا لكم، منصور الحمادي.